ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم اهتمامها على التطورات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. ففي مصر كتبت الأهرام في مقال رأي أن التطورات التي تشهدها القدس الشرقية خطيرة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الوضع المتوتر في القدس لن يكون الأول ولا الأخير طالما استمرت مسبباته، وهي استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنها القدس الشرقية. وفي الأردن كتبت الدستور في مقال رأي أن أحداث القدس الأخيرة هي تعبير ساطع عن حالة الهلع التي تعيشها الحكومة الإسرائيلية خاصة وبسببها إسرائيل عامة، مبرزة أن هذه الأحداث جزء لا يتجزأ بل نتيجة مباشرة وحتمية لحالة سياسية تتكرر، إذ يسارع بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة إلى افتعال ساحة حرب خدمة لأهدافه السياسية. وفي الإمارات كتبت صحيفة الخليج بأن وسائل الإعلام الإسرائيلية رأت أمس في المحادثة الهاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ومائر بن شابات أنها مواجهة شديدة بين إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن لم تشهد مثلها إسرائيل طوال ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفي قطر توقفت صحيفة الراية عند تصريح خطيب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري الذي قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بارتكاب مجزرة بالأقصى إرضاء للمستوطنين ليبقى في رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن استباحة المسجد الأقصى التي جرت لم تحصل منذ عام 67.